السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، محاضرتنا لهذا اليوم هي محاضرة تمهيدية عن مادة علم النفس النمو. هذه المادة مخصصة لمرحلة التعليم الثانوي للسنة الثالثة شعبة العلوم الاجتماعية أي الأدبية. هذه المادة من تأليف الدكتور عبد الله العابد أبو جعفر. سيكون عنوان محاضرتنا التمهيدية مدخل إلى علم النفس، حيث كنا قد أسلفنا سابقا في حديثنا في محاضرة مدخل إلى الفلسفة. أسلفنا القول بأن الفلسفة هي أم العلوم، وهي المنبع الذي خرجت منه كافة العلوم على اختلافها من طب وفلك ورياضيات وفلسفة فن وأدب وما إلى ذلك. هذا الكلام يقودنا إلى القول بأن الفلسفة هي علم موسوعي، أي تضم كافة أنواع العلوم. فالفيلسوف بالإضافة لكونه فيلسوفا قد يكون رياضيا في نفس الوقت، وطبيبا، وفلكيا، وإلى آخره. والتاريخ حافل بأمثلة عن الفلاسفة الموسوعيين: ابن سينا فيلسوف طبيب وسياسي، وكان يلقب بالشيخ الرئيس. أيضا أبناء الطلبة، وكما أن لكل شخص رأيه وفكره، كذلك لكل حقبة تاريخية سمة علمية ومعرفية. فبسبب تطور المعرفة وتعقدها ظهرت ميادين معرفية متعددة لم تعد الفلسفة قادرة على احتضانها والإلمام بها كاملة، لذا أخذت هذه المعارف تستقل تدريجيا عن الفلسفة الأم. فقديما استقلت الرياضيات، تلتها الكيمياء الفيزياء، أما في العصور الحديثة أخذت العلوم الإنسانية بالاستقلال التدريجي عن الفلسفة. هنا أطرح عليكم أبناء الطلبة، ماذا تعني كلمة علوم إنسانية؟ علوم إنسانية هي العلوم التي تتناول الإنسان موضوعا لها. ما هي أهم هذه العلوم التي تتناول الإنسان موضوعا لها؟ هناك علم التاريخ، هناك علم الأخلاق، الآثار، الحقوق، السياسة، السكان، وغيرها الكثير. وفي مقدمة هذه العلوم الإنسانية التي استقلت حديثا عن الفلسفة هو علم النفس. حتى في كل ميدان من ميادين العلوم الإنسانية ظهرت هناك فروع وتخصصات. فظهرت ضمن علم النفس مثلا تخصصات متعددة، فهناك مثلا علم النفس الصناعي الذي يتناول الصناعة موضوعا له، ما هي العوامل التي تؤثر على الإنتاج، تؤدي إلى زيادة الإنتاج، تعرقل الإنتاج، من عوامل نفسية للعامل، عوامل مادية، عوامل صحية. أيضا علم النفس التجاري، علم النفس الأسري، الحربي، وعلم نفس النمو، وهو عنوان مادتنا وما سنتحدث عنه تفصيلا في دروسنا القادمة إن شاء الله.
فعلم نفس النمو أبنائي الطلبة، هذا الكتاب يتضمن وبشكل موجز سأعرض عليكم أهم العناوين الرئيسية التي سنتحدث عنها تفصيلا في دروسنا القادمة إن شاء الله. ففي الجزء الأول سنتحدث أولا عن العوامل التي تؤثر على النمو، وسنتحدث عنها تفصيلا لاحقا. من أهم هذه العوامل لدينا العوامل الوراثية، ومن ثم العوامل البيئية، وكذلك النضج والتدريب والتعلم، وأخيرا الغضب. أيضا ثانيا نتناول في كتابنا مناهج البحث في علم نفس النمو. أول هذه المناهج هو المنهج التجريبي، من ثم المنهج الوصفي، وأيضا الطريقة الطويلة، كذلك الطريقة المستعرضة، وأخيرا وسائل جمع البيانات. أما في الجزء الثاني أعزائي الطلبة من كتابنا علم نفس النمو، سنتحدث عن مراحل النمو المختلفة، ابتداء من مرحلة ما قبل الولادة. ماذا نسمي هذه المرحلة؟ نسميها بالمرحلة الجنينية، ثم مرحلة المهد أي ما نسميه بمرحلة الرضاعة، وثالثا مرحلة الطفولة المبكرة، من ثم مرحلة الطفولة الوسطى، وخامسا مرحلة المراهقة، وسادسا مرحلة الرشد، وأخيرا مرحلة الشيخوخة. وسنأتي تفصيلا في الحديث لاحقا في دروس قادمة إن شاء الله عن كل مرحلة من هذه المراحل. هذا هو درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة، أشكر لكم إصغاءكم، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في درس قادم.